امير، شو اللي جابك هلا؟ تعبان شوي بدي ارتاح. بك شي حبيبي بتصل بالدكتور؟ لا لا ماما، ما في داعي للدكتور، بدي اطلع ارتاح شوي بالغرفة. مش رح تروح لمحل قبل ما اعرف شو صاير معك؟ ما في شي حبيبي، كل القصة انه ما نمت منيح امبارح وحسيت حالي شوي تعبان، فقلت بجي بنام برتاح. مش مصدقتك. ماما طلعي فيي، بني شي؟ صاير لي شي؟ لا لكن خليني اطلع ارتاح شوي. طيب حبيبي، مثل ما بدك.